فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا ولدت المرأة ثم توفي زوجها في الحال، فهل عليها عدة؟ عليها عدة مطلقة هي ولا متوفى؟ لا، إذا ولدت امرأة ثم توفي زوجها في الحال. إذا توفي بعد ولادتها عليها عدة وفاة، 4 أشهر 10 أيام. أما إذا توفي زوجها قبل الولادة ثم ولدت خرجت من العدة. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وصحبه أجمعين. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.